عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هالنهار إن شاء الله غادي نتكلموا على واحد الحلقة ديال كيفية التعامل مع الأرنب الفاقد للشهية. يعني عندنا واحد الأرنب صافي ما بقاش كيبغي ياكل، واخا كنحطوا له الماكلة ما كياكلش، ما يعني تلفنا ما عرفنا شنو غادي نديروا معاه. إذا هادو هما خطوات إن شاء الله غادي نقدموا في هذه الحلقة ديال شي أرنب فاقد للشهية، يعني صافي ما بقاش كيبغي ياكل بالعربية. اول حاجه ما تفكروا في حتى شي حاجه، يعني بدلوا له الماكله. كنتو كتعطيه مثلا الاشياء الخضراء، حاولوا تعطيه الاشياء الجافه. كنتو كتعطيه الاشياء الجافه، اعطيه الاشياء الخضراء. كنتو كتعطيه مثلا فصه يابسه، حيدوها له واعطيه الخبز يابس. الاغلبيه يعني ديال الارانب كيبغيو الحاجه الحلوه، واخا يكون فاقد الشهيه ممكن انك تعطيه لقامه. لقامة مثلا بحال هذا الشكل، هذه انا نوريكم انتما لقامة. هاد لقامة شحال واحد كيقول لي اسمه هي لقامة، هذه هي البقايا ديال الشاي، البقايا ديال الشاي. هاد البقايا ديال الشاي ممكن انكم تعطيوها الارنب فاقد الشهية، راه ياكلها 100%. علاش؟ لان كتعجبهم وكتكون حلوة، يعني داك السكر راه كيلعب دور. اذا هذه نقطه من النقاط. اذا ثانيا ممكن انكم تزودوهم بالفيتامينات. شحال من واحد كيقول لي الان فيتامين اللي غادي نعطيه، انا ما عارفش. الفيتامين اللي معروف في المغرب يعني ومشهور كيتعطى ماشي غير الارانب، كيتعطى حتى الدواجن وحتى الماشيه. شنو هو واحد الفيتامين مصور فيه يعني الصوره ديال ديك، سميتو أنتي بيوفيت. الثمن ديالو 25 درهم. هاد الفيتامين راه بالتجربة، يعني ملي كديروا الأرانب ديالكم راه كيوليو ياكلوا، كيوليو عندهم حيوية، ممكن كيولي نشيط. أرنب كيولي يعني كيلعب، كيولي يلعب في الكاج وكتحس به كاع القوة كلها عنده. إذا هذه نقطة من النقاط أنكم تزودوه بالفيتامينات. ثالثا ملعقة ديال العسل عادي، ماشي من نوع الغالي أو الحر، ممكن غير سكرة كاع، ولكن العسل راه حيت كيذوب دغيا مع الماء. ممكن أنكم العسل العادي اللي كيدير 6 دراهم ولا ديك الرابعة وتخليوه عندكم، تبقاو تعطيهم ملعقة مع الماء. كاين اللي غادي يقول لي المقادير، ممكن أنكم ديروا لتر ديال الماء، ديروا فيه معلقة كبيرة ديال العسل وتعطيوهم، كذلك راه كيولي يعني الشهية ديالو كتفتح وكيولي أكثر حيوية. كاينة قضية أخرى وهي الحلبة. الحلبة هادي راه يعني 100% هي اللي كتفتح فاتحة للشهية. ممكن أنكم تعطيوها يعني كحلبة هي فاتحة للشهية وفي نفس الوقت للتسمين. ممكن انكم تعطيوها واحد شويه، يعني مثلا واحد نصف معلقه ديروها لهم مع يطرو ديال الماء وتعطيوهم. غير خاصكم هذيك الحلبه تبقاو تبدلوها لهم يعني كل نهار. علاش؟ لان الحلبه كتنفخ وكتطلق في وسط الماء وكتطلق واحد الريحه يعني شبه كارهه. المهم الارانب كينفروا هذيك الريحه. حاولوا انكم تبقاو تبدلوا لهم الماء. بغيتوا ديروا طريقه اخرى وهو طحنوها هذيك الحلبه، اما نتوما طحنوها على يدكم، اما راه عند العطار راه كتباع مطحونه. ممكن انكم ديروا نصف معلقه، ديروها بودره ديالها يعني الغبره ديالها، ديروها في يطرو ديال الماء وتعطيهم، كذلك هي فاتحه للشهيه و يعني كتخليهم اكثر حيويه. كاين الحلبه قلنا خاصكم تبدلوها لهم كل نهار، لان الرائحه ديالها كتعطي الريحه. بغيتوا تعطيوها لهم مباشره مع السكاليم او مع يعني العلف، ممكن كذلك. اما مطحونه او حب تعطيوها لهم مع الماء، اما تعطيوها لهم مباشره مع كيلو ديال العلف. كيلو ديال العلف ممكن ديروا فيه نصف معلقه ديال يعني الحلبه مطحونه وتعطيها لهم، كذلك راها يعني شي حاجه يعني
مدهشة مدهشة للغاية، هي أحسن من الفيتامين ورخيصة في الثمن. إذن هذو ما الخطوات اللي يمكن أنكم تستعملوهم، يعني يكونوا في الأذهان ديالكم، وخا ما تكون شحال من واحد ما يدخلش الفيديو يكون يعني عنده هذيك الحالة، ولكن تكون متواجدة عندكم في الذهن ديالكم، ويكون عندكم كواحد يعني صيدلية صغيرة عندكم حدا الكاش ديالكم، ممكن أن أي حاجة وقعت تكون أنتم عارفين لاش كتصلح، ومباشرة ديروها لهم باش ما يفوتكمش الوقت. إذن الحلقة ديالنا راسلات، كنشكركم على التعاليق الطيبة ديالكم، ما تنسوناش بزر الجام دعمونا باش القناة تزيد لقدام، تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.